الرسم على الماء أو ما يعرف بإيبرو هو فن قديم يواجه خطر الاندثار. في التقرير التالي نسلط الضوء على شابة في محافظة المفرق قررت نفض الغبار عن هذا الفن بعد أن فشلت بالحصول على فرصة عمل بشهادتها الجامعية. من أكثر من 10 سنين تعرفت على فن الإيبرو بالصدفة عن طريق مقال عن الفنون الإسلامية القديمة، ولفت انتباهي شو هو فن الإيبرو أو شو هو فن الرسم على الماء. حاولت أني أتعلمه، ما لقيت أي أدوات في المفرق أو في الأردن إجمالاً، ما لقيت أي مواد رسم على الماء، لهيك اضطريت أني أتعلم لوحدي وأصنع المواد لوحدي. فحاولت أتعلم أكثر وأكثر وأقرأ عنه لحد ما وصلت لأنه مصنوع من مادة الكثيرة اللي هي تضاف إلى الماء الطبيعي، بالإضافة إلى ألوان مصنوعة يدوياً من مواد طبيعية معادن، وباللورات بنطحنها وبنعملها بنضيف لها اللي هو زيت مرارة التور، بالإضافة إلى صناعة الفرش من أغصان الجوري، أغصان ورد الجوري. هذا الفن، فن الإيبرو أو فن الرسم على الماء، هو يعتبر فن إسلامي قديم عم نحاول نحييه مرة تانية بعد ما اندثر. بنعلمه لمجموعة من المجتمع المحلي، فئات المجتمع المحلي، علمنا فئة أطفال ويافعين والشباب وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى فئة الموهوبين إن شاء الله في المستقبل. أنا تخرجت من جامعة البيت تخصص جيولوجيا علوم أرض، ما كنت أبداً مستنية ديوان الخدمة المدنية، لكن علشان هيك توجهت للعمل عن طريق الفنون أو الرسم أو الأعمال اليدوية، بالإضافة إلى أي شغل ممكن كان يتوفر عن طريق مواهبي أو خصائص اللي ممكن تكون عندي. خلال 10 سنوات من تعلم هذا الفن لم نلقى أي دعم غير هذا العام 2021، تم دعم من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية من خلال مشروع الموهبة في خدمة المجتمع، مشروع لمدة 4 أشهر تم دعم لتعليم الأطفال وذوي الإعاقة والشباب في المجتمع المحلي، بالإضافة إلى دعم من وزارة الثقافة.